السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحفظه حالات عدم التعيين في الرياضيات في وحدة الدوال. بما أن حالات عدم التعيين أقل مقارنة بالحالات الأخرى، يعني نحفظهم والباقي نعرف باللي ماشي حالات عدم التعيين. إذا واش راح ندير؟ راح ندير واحد الكسر وندير فيه أول حالة عدم التعيين اللي هي صفر على صفر. إذن أول حالة عدم تعيين نكتبوها من الأسفل هنا صفر على صفر. الآن واش راح ندير؟ غادي نزيد زوج أصفار هنا قدامه، واش راح تولي لي؟ ما لا نهاية على ما لا نهاية. هذه ثاني حالة. ثالث حالة واش هي؟ زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. ثالث حالة زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. آخر حالة واش هي؟ بما أن درنا الجمع والطرح والقسمة بقى لي الضرب، إذن هذه فاش نضربها ما لا نهاية أضربها في صفر. إذن آخر حالة عدم تعيين هي صفر في ما لا نهاية. نعيد. إذن أول حالة واش قلنا؟ هي صفر على صفر. صفر على صفر. بعد واش قلنا؟ أضيف صفر هكذا باش تولي لي ما لا نهاية على ما لا نهاية. لما نقول ما لا نهاية على ما لا نهاية، الإشارة نتاعها ما يهمنيش، سواء زائد أو ناقص. من بعد قلنا نديرو هنايا زائد ناقص، يعني زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. وأخيرا واش قلنا؟ نديرو الضرب، بما أن بقى لي الضرب في صفر، صفر في ما لا نهاية. إذا عندي هاد ثلاث ربع حالات عدم تعيين، هي كاين أخرى ولكن المبرمجة عليكم هاته الأربع. الآن نروحوا مع بعض نفهموا علاش هادو حالات عدم تعيين. حنا المعلوم لما يكون عندنا عدد على نفسه يساوي الواحد، أ على أ يساوي واحد. لماذا؟ لأن أ يساوي أ. إذا نمشي مع أول حالة اللي هي الصفر مقسومة على صفر. علاش هذه حالة عدم تعيين؟ راح نكتب لكم كل صفر بلون. هذا الصفر هذا معناتها عدد يؤول إلى الصفر، يعني يقرب إلى الصفر. هذا كذلك يؤول إلى الصفر، يعني بالإمكان الصفر اللي راه الفوق ماشي كيما هذا اللي راه التحتاني، يعني قادر يكون هذا 0.0001 ومثلا هذا 0.00001. هذا نقوله يؤول إلى الصفر وهذا يؤول إلى الصفر. إذن باختصار علاش نسميوها حالة عدم تعيين؟ لأن هاد الصفرين ما نعرفوش واش يتساواو. هنايا احنا الظاهر نتاعنا كنشوفوه، نشوفوه صفر، ولكن رياضيا غير متساويين. إذن نقولوا حالة عدم تعيين نحلوها بطرق أخرى. نفس المبدأ بالنسبة لما لا نهاية على ما لا نهاية، كذلك ما نعرفوش واش ما لا نهاية هذه تساوي ما لا نهاية. قدر هذه الأولى تكون مليار، قدر الزوجة تكون 10 ملايير. فهمتوا كيفاش؟ يعني من ذاك ما نعرفوش أسكو متساويين ولا لا، نقولوا حالة عدم تعيين. نفس المبدأ بالنسبة مثلا كون نقول لكم بكري واش كنا نقولوا؟ زائد أ ناقص بي. كنا نقولوا الإشارة نتاع أكبر حد، مثلا إلى فرضنا باللي أ أكبر من بي، يعني الإشارة تاع أكبر حد اللي هي زائد. من بعد نديرو الفرق بيناتهم، هكذا توالفنا في الصغر. مثلا ناقص 2 زائد 5، شكون هو أكبر حد؟ اللي هو 5، يعني موجب. ومن بعد ندير 5 ناقص 2 كنتيجة نهائية تعطيني زائد 3. هذه في الإشارات. نفس المبدأ، ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، لا أعرف من هو الأكبر فيهم، إذا ما نقدرش ندير الإشارة. مفهوم؟ يعني نفس المبدأ أنني لا أعرف من هو الأكبر فيهم. أخيرا نمحيو هنا على السريع، واش عندي؟ عندي الصفر، صفر على ولا صفر في ما لا نهاية. الصفر نقدو نكتبوه على الشكل واحد على ما لا نهاية، صح ولا لا؟ لأن واحد على ما لا نهاية صفر. نضربوها في ما لا نهاية تعطيني ما لا نهاية على ما لا نهاية، نفس الحالة رقم 2. ولا ممكن ما لا نهاية واش نكتبوه؟ هو نفسه 1 على 0. إذن 0 على 0 نطيحو في الحالة الأولى، يعني هاد الضرب، الحالة تاع الضرب هو نفسه هذه ولا هذه، وش هي في شكل ضرب.
إذا رانا حفظنا وفي نفس الوقت فهمنا إن شاء الله هذا هو الفيديو اللي راكم غادي تشوفوه وما تزيدوش تخموا في حالات عدم التعيين. كان معكم يوسف ماروسي، ما تنسوش تدعموا القناة وتشاركوها مع الزملاء إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.